أمان يا مام. جمعاً يا حبيبي، أقعد، عاوزك 5 دقايق في كلمتين. أوي يا مام. أنت هتقولي الكلمتين في آخر 5 دقايق ولا إيه؟ لا هقول أهو. عادل يا حبيبي، أنا حاسة كده إن أيامي في الدنيا بقت معدودة و... يا ماما ما تقوليش كده يا ماما، ربنا يديك الصحة وطولة العمر إن شاء الله يا ماما. هو في حد يا حبيبي هيأزل في الدنيا؟ طب خلاص براحتك، قول يا ماما. أنا بس عايزة قبل ما أسيب الدنيا أسيب لكم حاجة تفتكروني بيها. ما هو ده العشم برضه يا ماما، كنت عايزة تسيبي إيه؟ بابا. عايزة إيه؟ مش لاقي الشراب بتاعي. روحي خدي الشراب بتاع خالتك نجلاء، اجري اجري. ايوه ماما كنت بتقولي عايزه اسيب لكم. بابا. ها عايزه ايه؟ يخرب بيت بابا، عايزه ايه؟ الشراب بتاع نجلاء مقطع. خدي شراب ماما، تصرفي، اجري اجري. شقيه قوي ياسمين دي. الاولاد احباب الله، ربنا في كتابه الكريم بيقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا. الحمد لله غطينا احنا حكايه البنون دي، فاضل حكايه المال. كنت بتقولي عايزه اسيب لكم؟ كنت عايزه اسيب لكم السيره الحلوه بس. لا، والسمعه الطيبه. اذا كان على كده هنهيص بقى يعني، اصل السيره لوحدها هتعمل ايه؟ اهو اللي ما ياخدش سيره ياخد سمعه برضو يعني. بابا الراحه للمدرسه. طيب يا حبيبتي استني على الرصيف، ما تنزليش من على الرصيف الا لما يجي الباص. ماما صحيح ينفع اديها حاجه من نايبها مثلا بنص جنيه سمعه، بربع جنيه سيره او حاجه؟ معلش يا حبيبي، هو كان المفروض ان انا اسيب لكم فلوس. ماما فلوس ايه يا ماما، ربنا يخليكي لينا، مش محتاجين فلوس الحمد لله، مستوره. طيب ماشي، ما دام مش عايزه حاجه يعني مش هتسيب لنا حاجه، محتاجه انت اي حاجه؟ انا استخرت ربنا وباذن الله ناوي احج. تحجي؟ يا سلام، ربنا يكتبها لك يا ماما. طب وانت يعني هتجيبي فلوس الحج منين؟ انا معتمده عليك في الموضوع ده. يعني عايزه تبعتيني لحد اجيب لك منه فلوس؟ لا، انت اللي هتطلعني احج. انا اللي طلعك تحجي ليه؟ وانا طارق علام؟ لا، انا لما اروح ان شاء الله للحج هدعي لك، لما ارجع رزقك هيبقى 10 اضعاف. بص يا ماما، يعني اكيد انا لو معايا فلوس مش هتاخر عليك ابدا، بس ان شاء الله اوعدك اول 100,000 جنيه يخشوا جيبي وما اكونش محتاجهم هطلعك تحج بيهم ولوحدي. لا، انا عايزه ام ميرفت معايا. هي اللي عارفه الطريق يعني؟ هاي ويندوز تايتانيك بليز. بليز انا كنت عايز. ايه ده كنت عايز؟ يعني انت مصري بقى؟ او يس. يا عم وسايبنا استهلك في الانجليش بتاعي. بص بقى، انا كنت عايز تمثال ستايل، ويا ريت يبقى فيه الوان كتير كده، وخصوصا الفسفوري، اصلها بتموت في الفسفوري. لا ما دام بقى بتموت في الفسفوري روح هتلاقي اكله سمك. بص انا الستات دي زمانتنا في المودرن اكاديمي، اوكي. وهي بتموت في الانتيكات، وكيمو ايه بقى؟ واكل عقلها بالتماثيل، وانا ايه بقى؟ عايزك تجيب لها تمثال ستايل شبهها بالظبط. قوم ايه بقى؟ قوم هي تقلب كيمو وتعلق في انتيمو. هو انتوا معانا في البلد دي ولا ايه؟ بص يا عم انتيمو، انت تسيبك بقى من حكايه التماثيل والستايلات دي خالص، اسمعني بس. انت تاخد البنت دي على كاريتا وكيسين كشري كده، وعلى ترعه المريطيه تاخدها كده تتغندروا مع بعض، مناظر جميله والخضره في الميه نفسها. البنت بقى هتضرب كيس الكشري هتخر معاك بالكلام، انت تسرسبها هتشبط معاك على طول. ريلي ريلي سعاد منى، اي واحده بتيجي بالطريقه دي. يلا يا رمزي، الزبون العجيب ده كان عايز ايه؟ يا عم باين عايز تمثال زمبالك لعبه. باين تمثال زمبالك؟ يا دولا بص يا دولا، انت قاعد ومريح دماغك وانا هنا اللي طالع عيني. يا دولا في زباين بيطلبوا طلبات غريبه. طلبات غريبه ازاي يعني؟ يعني عندك مثلا في زبون جالي امبارح قال ايه، بيقول لي عايز تمثال قط فرعون اسود. وعايز اشتري كل الكميه اللي عندنا وباي ثمن انت عايزه. زباين اتجننت يا عم. ايوه يعني المهم انت قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ لا طبعا يا دولا،
الأمانة سر النجاح. نجاح إيه يا فاشل؟ أنت مالك أنت ومال النجاح؟ قط فرعون اسود وتقول له ما عندناش؟ ما هو يا ابني المخزن بينونة ويخرب بيتك يا دولة. ده مش قط، دي قطة. روح نضف البازار. وايه الكيس ده؟ ده كيس زبالة باين. وكيس الزبالة بيعمل ايه هنا؟ خد ارميه بر. قول لي بقى، قول لي. خد تعال، خد تعال، خد تعال. بتبردم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ ما ده ولا كان انا ما اه بحسب. اتكل على الله. بس يا حيوان الزباله. ها رميت الزباله؟ رميتها يا عم. انت بتشوح ولا ايه؟ بتشوح انتوا يا بهايم، انتوا زبالتكم دي ترموها تحرقوها، مش ترموها على عربيات الناس. صح. وبعدين لو كل واحد رمى زبالته في الشارع، الشوارع هتبقى مسدوده. صح. هو انت الكورال ولا ايه؟ انت مين؟ أخوك في الحياة سيد الزعفراني 010-57-345، وده آخر كارتي معي. واو، بكام ده؟ لا ده متباع حضرتك. من غير فلوس، ده كفاية بس لسانك الحلو اللي انت دخلت علينا بيه ده. لا صحيح. خلاص عشان خاطرك 150 جنيه. بس سيد؟ نعم. ادفع. عيني اجوع. شكرين قوي يا استاذ سيد. سيد؟ اتفضل يا استاذ سيد، اللي جاب لك يخلي لك. اللي جاب لك يخلي لك، اتفضل. مع الف سلامه. سلامه سيد. ايه ده؟ شفت ياض؟ 100 100. ده البيع، ده البيع والشراء. ازاي تعرف تلاقي الزبون؟ افهم حاجه، افهم حاجه. خد الكيس وارميه يلا، ما ترموش على العربيات، حد ارميه في اي حته من غير ما حد يشوفه. حاضر يا عم. حاضر حاضر. ثلاثه حاضر. اتكل على الله. يا السعاده، الشنطه دي وقعت من الواد رمزي، مش تخلي بالك بعد كده. هاد مشكرين قوي. سلم لنا على المعلم. السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. وبعدين في الشنطه بقى المحجبه دي هنعمل فيها ايه؟ انا هفتحها يا ابن عمي. لا 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 لا، احنا مش ناقصين جراثيم. خد ارميها يلا. يا عم انا رميتها قبل كده كذا مره، هي شغلانه بقى يا عادل. ما تيجي تاخدني قلمين يا دوله بقى، كل شويه بقى دوله وتشوح لي. يا عم بقى ما انا زهقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اديني حاجه لله، ربنا يسترها معاك دنيا واخره يا ريس. لا معلش ربنا يا حنان. معلش ده العالم دي ميه على ركبي هنا اهو. طب كويس ان عندك ميه، ده في غيرك مش لاقي تشطف. بركب حنفيه على ركبتك بقى. ولا تتريق على الشحات، ممكن ربنا يسخطك. طب انت لسه متريق. انا اتريق؟ انت متريق؟ ماشي. ارجوك يا سعاده البي، الجوده في الموجوده. اي حاجه اي حاجه يا حاج. ما انا قلت لك ربنا يحنن. الله يخليك يا بي. اي حاجه اي حاجه من العالم. حاضر يا سيد، حاضر يا سيد. الشحاتين دول. اتفضل يا سيد. ربنا يخليك يا سعاده البي. بقول لك معلش، وانت ماشي في سكتك ارمي لنا كيس الزباله ده. جرايه يا استاذ، انت فاكرني زبال؟ انا شحات قد الدنيا، عالم زباله. ايه ده؟ ده طلع بيمشي عادي. يا اخي بتجيبوا الكلام لنفسكم انت. شوف بقى ابن عمي، وما تاخدهاش يعني مني تقيله يعني. ها هين قرشك ولا تهين نفسك يا عم؟ وبدل ما تتحوج للاشكال دي، السلط لك عيل حرك كده اهو، ياخد باله من البازار، يبيع لك تماثيل، يرمي لك زباله. اجيب عيل يعمل لي طب ما انت بتعمل ايه حضرتك هنا يعني؟ حضرتك فاكر ده مراحيض عامه؟ لا يا دوله، انا هنا اشراف عام. صرفت لي في فلوس الحج؟ ماما النهارده الاثنين البنك قافل يا ماما. مفيش بنك بيقفل يوم الاثنين. ومفيش بنك انا حاطط فيه فلوسي اصلا يا ماما. يا ماما حس بيا يا ماما. يا حبيبي ما انت داخل خارج محمل اهو. محمل ايه؟ ده عشان الشهر، طلبات الشهر يعني، نقضي الشهر كله من غير اكل. يا حبيبي كل براحتك، بس في اولويات، اعمل لاخرتك قبل دنيتك. حاضر يا ماما. وبعدين انا الحمد لله مظبط يعني، انا كفايه ان انا بكفر رمزي ده لوحده يعني، ان شاء الله يدخلني الجنه. عادل عايزك في كلمه. ها؟ طبعا يا حبيبي انت عارف ان كل بني ادم فينا بيمر بظروف صعبه.
طبعا، واما حد يمر بظروف صعبه، الحد اللي ما بيمرش بظروف صعبه يقف مع اللي عنده ظروف صعبه. حس كده بقى، نجلاء اختك الصغيره بتمر بظروف صعبه جدا. انت عارف طبعا البنت صغيره وطايشه وبتشوف صحابها بيروحوا وبيجوا بيلبسوا وهي ما عندهاش هدوم خالص، وكانت عايزاك يعني لو تسمح يعني تجيب لها منتو. يا سلام، واحده ما عندهاش هدوم اجيب لها منتو؟ عايزه حاجه تاكلها ليه يعني؟ لا يا عادل، منتو ده اللي هو البلطو الطويل. طب ما تقولي بلطو طويل، لازم منتو يعني؟ منتو بابا عايزه 30 جنيه. وانت عايزه الفلوس دي ليه رخرة؟ عشان اجيب هديه للمدرسه. بمناسبه ايه؟ امتحانات اخر الشهر. طب هو كل شهر هنجيب لها هديه يعني؟ انا مش فاهم انا، وكل شويه هات 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 ال 200 جنيه اللي عليك. نعم، ما انت عمال تدي وتجيب وتحط وتشيل، ادفع اللي عليك الاول. ايوه ادفع اللي عليا ايه، وبجيب وادي ايه؟ دي طلبات الشهر يعني، الحق عليا. عادل صحيح افتكرت يا حبيبي، عايزه 10 جنيه عشان اجيب مرق الدجاج. مرق الدجاج ليه؟ ما انا جايب الدجاج نفسه اهو، وادي طلبات اهي كل، ادي الخل وادي الزيت وادي طماطم وادي الفراخ اللي هتعملي عليها المرقه اللي انت عايزاها، وادي البرتقال اهو اللي انت قلتوا لي عليه، وادي موزه اهو ولسه موز فريش اتفضلي، وادي الباذنجان اللي هتعملوا لنا عليه بابا غنوج، جايب لكم كل حاجه يعني، انا مش حارمكم من اي حاجه، مش مقصر معاكم في اي حاجه، وكل شويه هات فلوس هات فلوس هات فلوس. اجيب لكم فلوس منين؟ ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل تاجر عملة. ايه ده؟ ايد مين دي؟ شفت يا عادل، عشان نويت تحججني بس ربنا رزقك، امال لو حججتني ده انت مش هتلاحق. لا بقى معلش، انا السبب. انت السبب فين ان شاء الله؟ علشان كل يوم الصبح بقوم ادعي له. وانت بيستجاب لك دعاء اساسا؟ طبعا مستجاب لي دعاء، بأمرت ان انا دعيت لبنتي فربنا بعت لها ابن الحلال. اوبا ملعوبه، كلتيه وهو سهل وخايب نايف ني كده. بابا ممكن تجيب ال 30 جنيه؟ يا حبيبتي معيش فلوس تاخدي 20 دولار؟ لا لو خدتهم ناقصين هتزنق. عادل هي دي فلوسك؟ لا طبعا. هو لا تنتوفه؟ لا يا ريت كانت فلوسي، بس زي ما بقول لكم كيس لقيناه في البازار. عشان نيتك الحلوه ربنا رزقك. المشكله بقى ان انا ما كنتش عارف الكيس ده بتاع ايه، وكل شويه ارميه يرجع لي. خلاص ما دام بيرجع لك يبقى رزقك. يعني اتكل على الله واسمي وافرق؟ لا يا عادل، ما دام لقيتهم في البازار يبقى مش بتوعك. انا ما ربيتكش على كده، احنا نستنى ساعتين ثلاثة لو ما حدش جه ناخدهم. ماشي يا جماعه، بس انا عايز اقول لكم حاجه، مش معنى ان احنا لقينا فلوس مش بتاعتنا ان احنا نتصرف فيها ونفرقها علينا. تنت يا رن تنتن، اوبا انزل مع المصحف وهات اللي عليك. انت بتتكلمي في ايه يا جماعه؟ الكيس ده انا لقيته في البازار، وانا كلمت رمزي وزمانه جاي عشان يقول لنا الكيس ده مين اللي نسيه عندنا. دولا حبيبي، انا كان قلبي حاسس ان انت يا سراء اللي هتفتحي لي الباب، علشان كده قطفت لك زهره بمناسبه عيد الفلاح. وانا مش عايزه حاجه من وشك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده يا سيدي الكيس اللي احنا لقيناه في البازار. الكيس اللي احنا كنا عمالين نرمي فيه ده دولا؟ يا حبيبي يا دولا، علشان كده طلبتني عشان اخد نصيبي صح؟ نصيبك ايه؟ ده عادل عايز يرجعه لصاحبه. ايوه يا جماعه، ما انا صاحبه. يا سلام، انت صاحبه ازاي يا اخويا؟ معلش يا دولا انا اسف، يعني انا كنت بحوش من وراك. بتحوش من ورايا ايه؟ احنا عمرنا اشتغلنا بواحد بس من دول. المهم ما تعرفش مين اللي ساب الكيس ده في البازار يا رمزي؟ لا ما اعرفش. طيب ما دام ما تعرفش يلا اتكل على الله. طب نصيب يا دولا واحدة بس، واحدة بس يا دولا. اتكل على الله. ايه ده ايه ده الظلم ده؟ اتكل على الله يلا. واحدة بس يلا يلا خلاص، انا سألتك وخلاص. طب يا دولا طيب دلوقتي يا جماعة عايز ايه؟ من فضلكم يا جماعة، أنا كنت نسيت كيس أسود. خير يا دولا. صباح الخير. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. يا نهار أبيض، ده أنا اتأخرت قوي، لازم أكون في البازار دلوقتي. لا يا حبيبي ريح لك يوم. وإيه ده؟ ده الفطار. فطار؟ هو المطعم قافل؟ لا. أنت هتحلقي لي ولا إيه؟ لا يا حبيبي كل الأول.
اكل ايه؟ لا مش هينفع اكل، انا لازم اصلا اروح على البازار دلوقتي. كل الاول وبعدين انزل البازار. ايوه اصل انت مش فاهمه رمزي. عاوز ايه؟ انا دولة حبيب قلب ابن عمي ما جاش النهارده، فقلت يعني اجي اطمن عليه. اتفضل. يا رمزي خش يا رمزي. دولة حبيبي الف سلام عليك يا دولة. الف سلام عليك. انت ايه جايبني هديه من البازار بتاعي يا غالي؟ خش. ازيك يا ماما؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. اشرب الهنا والشفا. اهو ما حدش بقى سأل على الفلوس لغايه دلوقتي. عشان كده هروح اسلمهم في الاسم. اسم؟ اسم ايه يا ابو اسم؟ ايه مرات الضابط اهم مني؟ هي تحج وانا لا؟ بقولك ايه بقى، انا عندي فكره كويسه جدا. احسن حاجه تعملها في الفلوس دي انك تفتح محل اللي بيبيعوا الحاجات بابو 2 جنيه ونص ده. لا يا عادل، احسن حاجه تعملها انك تحط الفلوس دي في البنك كلها باسم اختك. على اساس ان انت الوحيده اللي معاكي بطاقه يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، احسن حاجه في الدنيا تعملها ان انت تخلي الفلوس دي للشقه وصاحبه الشقه. صاحبه الشقه والشقه محتاجين حاجات كتير قوي يا حبيبي. لا يا دولة، انت احسن حاجه تحط الفلوس دي بقى في توك توك. بس يلا بس يلا، احسن حاجه ان انا اخلي الفلوس دي زي ما هي كده اهو لغايه ما يجي صاحبها يسال عليها. ما انت حتى لو اديتها لصاحبها يا عادل هتضطر تاخد منه 10% نسبه لصاحبه الشقه والشقه. ايه الكلام ده؟ سابق لاوانه قوي يا اخوانا، ولغايه بقى ما يحصل الكلام ده الفلوس هتفضل جوه في الجلاب. يبقى انا كده عرفت مكانها. خد يلا خد يلا ولا تعال تعال تعال، دخل تسرقنا واحنا قاعدين. صح، استنى بالليل وانت نايمين. صح ايوه، وانا هفتح لك. ماشي يا حاجه، ابعتهم لك على طول. ماشي عينيا، مع السلامه. بس بس يا عم، وردوا الامانات الى اصحابها. اتفضل يا عم الحاج، اتفضل. احمد ربنا ان الشنطه دي وقعت معانا احنا. الحمد لله. صاحب الفلوس اهو. ده صاحب الفلوس؟ انا صاحب الفلوس. انا صاحبتها ازاي الفلوس دي؟ ايه الفلوس اللي نفسها حلوه دي؟ ما انا هقول لحضرتك، حتى بالاماره كان فيها فلوس كتير. او كان فيها فلوس كتير. فلوس كتير. اثبت يا عم ربيع، اثبت. طيب الفلوس الكتير دول كانوا كام يا عم ربيع؟ كانوا دولارز. دولارز؟ أيوة. وكمان بتتكلم انجليش؟ ايوه حضرتك، دي اللغه الام بتاعتي. دي حضرتك اللغه الام. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا نازل من المطار عليك على طول. والله ممكن بقى حضرتك لو سمحت يعني تديني الفلوس علشان انا يعني راكن الطياره صف تاني. والله صف تاني. خايف يعني ان الطياره تتكلبش، مش كده؟ فعلا. لا انا عينيا ليك، اسلمك الفلوس في الاسم ان شاء الله. الاسم؟ اسم عم ربيع. يا عم ربيع، يا عم ربيع، يا عم ربيع. لا حول ولا قوة إلا بالله، راح عم ربيع المسحراتي. بس ما يصحناش رمضان دلوقتي. لا ما تقلقش على رمضان، انت رمضان كله هتبقى صاحي، لان انا هكون طردتك من البازار. شوف لك بقى وظيفة. بتضحك عليا. معلش معلش يا دول، انا منحرج منك يا دول، انا منحرج منك. بس الجوع وحش. الجوع وحش، وانا عمري جوعتك يا رمزي؟ جوعتني كتير. هاي رمزي. هاي هاي. انا عملت زي ما انت قلت لي امبارح. ايه بقى؟ ايه بقى؟ خدتها وطلعت على ثلاث مريوطيه، بس ما جابتش نتيجه. حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ اصلا المره اللي فاتت شفت التمثال ستايل تحفه تحفه. بس انت وضبت المحل ولا ايه؟ يا عم ما وضبناش ولا حاجه، ولا نقلنا حتى تمثال مكان التاني. يا عم استنى يا رمزي، يا استاذ انت عايز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه، انا هنا امبارح سبت كيس اسود بلاستيك. عايزه ليه؟ جايله ليه؟ ما يخصش حد. الكيس فين؟ انا رمزي اتصرف يلا، اتصرف يلا. اتصرف دلوقتي؟ اتصرف اشمعنى بقى قبل كده كل شويه تقعد تقول لي ما تتصرفش من دماغك؟ ما تتصرفش من دماغك. محدش هنا هيطلع بره غير لما يظهر الكيس. طب اسمع كلام مين فيكم دلوقتي، اطلع بره ولا لا؟ اسمع كلام البيه، ما تطلعش بره يا حيوان. اصل ده غبي شويه. معلش حضرتك، سلم نفسك بركات. استنى 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 حضرتك، ممكن ينزلني الاول بعدين يسلم نفسه؟ نزلني يا بركات. شكرا قوي، انت على طول بتيجي متاخر كده. سعاده الباشا تكره هيموتني. احنا جينا في الوقت المناسب، وعلى فكره
انت ليك نسبة 10%. ربنا يخليك يا باشا، كويس ان انتوا جيتوا، ده انا رنن لكم من بدري. مين الاخ ده؟ ده سيادتك، ده رئيس العصابة يا باشا، اسمه رمزي، وبركات ده هو اللي شغال معايا. انا دولة؟ اه انت. انا دولة؟ اه دولة. انا يا رمزي، خير؟ عايزني في ايه؟ لا مفيش حاجة. اقعد. مفيش حاجة اقعد؟ يعني انت مخليني اقفل البازار عشان مفيش حاجة؟ اصل بيني وبينك يا دولة، يعني كنت عايز ازوغ من البازار وقلت بقى يعني حد شجعني. حد يشجعك، وانت بقى اخترت الراجل الصح اللي يشجعك. قال لي لقيته بقى. طب ما احنا كده ممكن يتخصم لنا يومين يا رمزي. تخصم لنا ايه دولة؟ ده انت صاحب الشغل، انت نسيت يا عم ولا ايه؟ تشرب شيشة؟ شيشة. طيب مخصوم لك 3 ايام يا رمزي، ومن بكرة الصبح تطلع على البازار تسيقه كله وتمسح التماثيل تمثال تمثال، وخلي بالك من تمثال حتحور، انت كسره قبل كده 3 مرات. لا انت مش بتقول بكرة؟ احنا ولود النهار. ولود النهار؟ 4 ايام خاص ما رمزي. ايه ده؟ انت شايف الراجل اللي قاعد هناك ده؟ شايفه. ياه، ده واحد عمري ما تخيلت ابدا ان السنين هتجمعنا انا وهو في مكان كده، هو من غير ما حد ابدا. لا مش هو. مش هو؟ انت ايش عرفك بس؟ عارف بقالي 15 سنة نفسي اشوف الراجل ده. انت عارف الراجل ده بالنسبة لي يبقى ايه؟ ايه دولة؟ الحب الاول؟ الحب الاول؟ هنهزر. 5 ايام خاص مع رمزي. 6 ايام بتزود؟ ماشي ماشي. ده يا ابني الشاعر حمدي عجلان. ايه ده؟ عجلان؟ لا مش هم. بس يلا بس يلا. صباح الخير، مش حضرتك الفنان الشاعر الكبير الأستاذ حمدي عجلان؟ أيوة. أي نعم هو. حضرتك، أنا عادل سعيد، مؤلف على قد يعني، كاتب ديوان شعر، وعندي بازار جنب القهوة، يا ريت أقدر أعزم حضرتك على أي حاجة يعني. لا لا لا، في الحقيقة مش هقدر أشرب أي حاجة. لا 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 لا، ما يصحش يا ريس عجلان، ما يصحش كده. لا حتى يعني حتى حضرتك لو ما شربتش حاجة يبقى كأنك تفيت في وشنا كلنا. ده تشبيه بليغ وطالع منك كده بتلقائية وعفوية. على فكرة أنت فنان فطري. لا لسه ما فطرتش والله، بس مهفوقة، ممكن كلنا نفطر مع بعض. الفطرية والفطور. الفطرية والفطور، يعني جناس ناقص. جناس ناقص؟ على فكرة صاحبك بيقول كلام قديم قوي. قلت لي أنت اسمك إيه؟ الأستاذ رمزي. رمزي. تعرف يا رمزي إن بعض الكتاب بيقولوا على بعض القصايد بتاعتي إنها بتنتمي للمدرسة الرمزية؟ على أساس هو رمزي ورمزية. عارف حضرتك والدته برضو الله يرحمها كان اسمها رمزية، كانت مدرسة برضو. ما أنا علشان كده كنت بزوغ من المدرسة. أمي بقى. اشربوا يا بهوات. تشرب إيه يا ريس عجلان؟ أشرب حاجة على ذوقك. على ذوقي؟ حلبسة يا رمزي. حلبسة. حضرتك يعني أنا حضرتك بقالنا كتير قوي يعني ما شفناش أي دواوين جديدة لحضرتك، واضح إن حضرتك عندك احتباس فكري وتمر بمرحلة مخاض فكري للاندماج أثناء ولا إيه؟ أنت مش هتفطر يا أستاذ عدلي؟ عدلي بيقول لك عدلي ده شارع عادل حضرتك. وأنت يا أستاذ رمزي هتفطرني إيه؟ حضرتك انا عامل ديوان شعر. يا استاذ خلينا في موضوع الفطار الاول. حضرتك تحب تفطر لحمه؟ لحمه؟ يا ريت والله يا ريت. حضرتك اسمعك قصيده بعنوان مصر هان. يا استاذ ما تحاولش تقتحم خيالي في اللحظه ديت. طقم بقى سلطات مع سائح. 7 ايام خاص. طقم سلطات مع سائح، بكده تكتمل الصوره. دولة انت سمعت بقى احنا عايزين ايه؟ ها رجليشنا بقى. رجليشكو؟ ده انا هروقك.
حضرتك ايه رايك على ما الاكل يجي؟ يعني اسمع حضرتك جزء من ديواني بعنوان مصر. ها هيكون في لحمه؟ ان شاء الله هيكون في لحمه حضرتك. يعني انا الديوان بتاعي بيتكلم عن الانسان المعاصر اثناء مروره باشاره المرور، والدنيا زحمه جدا وهو متاخر على شغله وعايز يروح عشان المدير بتاعه بيخصم. ممكن اقول رايي؟ اتفضل. ممكن تكون اللحمه موزه ضاني بالبطاطس. يبقى ناكل عند العسكري. انا اؤيد هذا الاقتراح. وانا اؤيد هذا الانسان. وانا بخصم لك 8 ايام. حضرتك يعني مش تسمع جزء من ديواني اللي هو بتاع مصر ده؟ هو احنا مش هنروح ناكل الاول؟ ايوه طبعا هناكل يعني. خلاص انا هعمل لك ندوه تقول فيها كل قصايدك، وانا بقى اللي هديرها لك بنفسي. معقوله؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح، ده شرف كبير جدا ليا يا فندم والله. وبعد بقى اما ناكل من عند العسكري نطلع على النبطشاجي بقى بتاع لقمه القاضي. لقمه القاضي بموت فيها، بالسكر بالسكر. دول حاسب بقى الاهواجي؟ ها ماشي حاسب الاهواجي. انا خصم لك كام يوم لغايه دلوقتي؟ 9 باين. 9 والاهواجي يومين، يبقى 15 يوم. يا سناء يا نجلاء يا طنط انعام يا ياسمين احضرونا. ايه 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 جري يا رني؟ واحنا كل ما نختلف مع بعض تقعدي تعدي العيله اللي في البيت دي؟ ايه في ايه يا رني؟ دلوقتي عايزاكي تحكمي ما بيننا، وانا عارفه ان كل مره بتيجي في صف ابنك، بس المره دي بالذات بقى مش هتقدري. وتحدي. قول يا ستي، عمل ايه سي عادل تاني؟ سي عادل عايز يعمل ندوه شعريه في البيت. بدل ما تعمل لنا حله شعريه باللبن والصفا نتعشى بيها، رايح تعمل ندوه شعريه؟ يا سلام، اللي يسمع كده يقول يعني محرومه من الاكل؟ ما انت بتاكلي كل يوم، انت ما بتركزيش غير في الاكل. وبعدين ندوه شعريه ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان انا اعمل ندوه شعريه؟ الاكره بتاعت اوضتي اتكسرت، عاوزه اجيب نجار يصلح. وبالمره بما ان النجار جه يعني خليه يصلح درفه الدولاب بتاعي، كل ما قفلت تتفتح، كل ما قفلت تتفتح. عايز يكون في عفريت عادل. هما يقصدوا يقولوا لك يا حبيبي ان في اولويات في البيت اهم بكتير من الشعر والهقص والكلام الفاضي. كلام الفاضي. وهما مش عارفين يقولوا يقصدوا ايه، ده على اساس بقى ان انت الكتالوج بتاعهم يعني. عموما ده بيتي وانا حر اعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا يا عادل مارس هواياتك اللي بتحبها، اهم حاجه يا حبيبي انها ما تاثرش على دراستك. على فكره يا عادل، بتوع الشعر دول عاوزين يستغلوك. وايه اللي خلاكي بقى متاكده او كده يا ماما؟ ده واضح يا ابني جدا، لان الشعر بتاعك ركيك. بس يا سناء عيب ما تقوليش لاخوكي كده. انت يا عادل يا حبيبي فاشل في الشعر. فاشل في الشعر؟ انا مش فاهم، في ام تقول لابنها كده وانتوا تفهموا ايه اصلا في الشعر؟ كلمه شعر دي جايه من شعور، وانت اصلا يا حبيبي لو عندك شعور كنت جبت الحاجات الناقصه في البيت. يعني مثلا ابي فرناس الشاعر الجاهلي عمره كتب بيت شعر واحد وبيته ناقص حاجه؟ ابو فرناس ما كتبش بيت وبيته ناقص حاجه. وانت تعرفي ابو فرناس ده منين؟ مراته معاكي في النادي يعني؟ خدناه في المدرسه، مدرسته مللو. ابو فرناس انت بتقولي عليه ده كان بيطير. الشعر اللي قصدك عليه اسمه ابو نواس يا جهله. غلط، ابو نواس ده بتاع الشاورما اللي في شارع جامعه الدول العربيه. بسم الله ما شاء الله، ايش جاب مدرستك اللي بباب الشعريه لجامعه الدول العربيه؟ بتيجي وانت يعني عارفه كل حاجه. فعلا ابو نواس ده كان بيطير في شارع جامعة الدول العربية وهو بيقول شعر، وقع فتح محل بتاع شاورما معروفة يعني. ودلوقتي يا جماعة بجد بجد، الشعراء دول لو جم هنا البيت أنا مستفيد، لأن أنا ممكن أبيع لهم الشعر بتاعي. بدل ما تبيع لهم الشعر بتاعك ما يكتبوهم ما أحسن. يا ابني أسهل حاجة في الدنيا إنك تقول شعر. أقول لك شعر أبو نواس بيونس الناس، بح يا قفة يا قطة. ها قلت إيه اللي بتقولي؟ هو أي كلام وخلاص. بص يا جماعة، انا فعلا غلطان ان انا فكرت اجيب الشعرة دول هنا، كنت عايز ادي قيمه تانية مختلفه للبيت. مش معقوله، حلوه قوي العماد. ربنا يوفقك يا دوله. خليك معايا اظن كده بقى يا استاذ عادل كل حاجه مظبوطه عشان الخطبه اللي هتلقوها من هنا. يا ابني ما اسمهاش خطبه، افهم بقى، اسمها تمسيه. الخطبه دي مش جمعه،
تحس كده بقى يا باشا، يا ريت تعمل حسابي في الميسه ده. انا عينيا ليك يا حته، بس اهم حاجه عايز القهوه النهارده منضبطه، مش عايز فيها اي دوشه، عشان نعمل الندوه بتاعتنا كويس. من عينيا. حاضر. مقضيه. شغل تمسيه. تمسيه مقضيه يا دول. اهلا اهلا، الشعراء جم. يلا صباح الخير. اهلا وسهلا. الاستاذ رمزي اللي كلمتك عنه. ايه ده؟ ايه اللي كلمتها عنه ده؟ لا انا مرتبط والله يا انسه. عنده حس ضعاف يا شعبيه. انا بعمل بحث في الموضوع ده. يا اهلا وسهلا، منورين ايها الشعراء. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. حيث تدار ندوتنا اليوم من هذه الترابيزه ان شاء الله، وربنا يتمم بخير. ايه يا عيد بلاش ربنا يتمم بخير دي؟ بصوا بتبص لي ازاي. الانسه سمر الشرشاوي دي أستاذة في علم الجمال وباحثة اجتماعية، أما الأستاذ إبراهيم التت ده اللي ذكر اسمه في إهداء الشاعر رميح عفيفي، ده بقى فسوخة الحظ بتاعتنا، لما يتحط إهداء في ديوان أي شاعر ما يبيعش أقل من 50 نسخة. يا 50 نسخة ما شاء الله. أهلا وسهلا أستاذ فسوخة. أهلا وسهلا يا دكتورة. والله يعني أنا صراحة مش عايز أعرفكم بنفسي بشكل تقليدي، ولكن هستعين بجملة قالها زميل شاعر اسمه ايه ده، شكسبير، قال ان الوردة ايا كان الاسم، يعني مهما يكون اسمها ايه، يعني ستنشر عطرا، يعني هتملى الأوضة ريحة. بقى هو قصده يعني يقول تعرف فلان اعرفه قريت شعره؟ لا يبقى ما تعرفوش. انت ايش عرفك انت؟ انا عايز اقول ايه، مالكش دعوة. خلاص. يا جماعة انا هقول لكم قصيدة من ديواني بعنوان مصر، وبعدين هنعمل ايه في الليله دي؟ ربنا يستر بقى. انت مش قلت لك ان في عشاء؟ استاذ عادل عيب، العشاء موجود، اللحمه من عند العسكر ولقمه القاضي جايه كمان. طب اتفضل يا استاذ عادل سمعنا، اشتقنا والله، عايزين نستطعم. يا مصر يا حلوه يا غاليه، فيكي التوك توك مال الشوارع، ومحدش عارف هتعملوا له رخصه ولا هتسيبوه كده ولا ايه. يا مصر يا غاليه. استاذ عادل. ايوه يا سيدي عارف، بالسكر، لقمه القاضي بالسكر. مش المفروض ان انا اديني الندوه؟ انا اسف جدا والله يا استاذ عجلان، يلا وقاحتي يلا وقاحتي. اتفضل حضرتك اتفضل. دلوقتي يا جماعه انا هقدم لكم الاستاذ عادل، شاعر مبتدئ، ودلوقتي هنسمع شعره والقصيدة اللي هلكيها بعد ما نشوف ماتش الأهلي. لا ماتش الأهلي يا حضرتك؟ لا حضرتك، وإحنا هنركز مع الماتش، إحنا جايين نعمل الندوة، أنت ناسي ولا إيه يا أستاذ عجلان؟ طب ما هو بتركة فنان برضو. مش ده ماتش الأهلي وطلخة؟ أيوة، يعني هنسيب الندوة ونقعد نركز في طلخة؟ طلقة إيه اللي نركز فيها أخوانا؟ طب يا دولة، طب ما تقول البقين بتوعك في الهاف تايم. البقين بتوعي؟ يا جماعة بصوا بقى، يا إما الندوة يا إما اللحمة. أنا مش فاهمة إيه اللي جرى للبدنجان. كان زمان أدب المقوار في كرش البدنجانة يبقى زي الزبدة على طول. إيه في إيه؟ أنت بوظت البدنجانة. أنتوا كده بتعملوه كده؟ بنعمله كده إزاي يعني؟ مش عارفة، أتاري أكلكوا كله مدهول ومهرول. أنا عرفت دلوقتي ليه. أنا عايزة أعرف بقى سناء ليه ما بتنورش معانا البتنجان؟ إيه؟ أنور البتنجان؟ أنا تقولي لي كده؟ أنا امرأة عاملة، ما عنديش فراغ، ما عنديش وقت، أنا بربي نشء، زور المجتمع دي بتتفتح من صوابعي. أنور بتنجان الآن؟ ها؟ فاضيالك أنا عشان أنور بتنجان؟ الولد ده حمار، أما ده بقى ده حيوان. تقولي لي إيه اللي عندي بهاي؟ اتفضلوا يا اهلا وسهلا، بس ثانيه واحده ثانيه واحده بس عشان افضي المكان، عشان عندنا ست شباب. بتبصوا على ايه؟ اصبروا. انت معاك حد يا عادل؟ ايوه معايا حد. معلش فضلنا بقى الصلاه هنا اهو. يلا يا جماعه، يلا يا سناء شيل المحشي اللي انت بتعمليه ده. اولا سناء ما نقورتش معانا ولا محشيه من صباحيه ربنا. نقورت معاك؟ هو انت كده ده مهدي نقوره، مش تقوير ابدا اللي انت بتخرميها من الناحيه الثانيه. برافو عليك يا حمادي. سقفي انا كمان يا بابي، قورت بتنجانيه. برافو عليك يا ياسمين، عقبال ما تكبري كده ان شاء الله وتقوري ورق عنب. يعني انت يا عادل ما عندكش دم؟ ما بتحسش؟ شايف البيت ملعب كره رايحين جايين عمالين نرمح فيه طول اليوم، فقلت تريحنا من الجاي وتحبسنا.
ما غصب عني هعمل ايه يعني يا رانيا؟ هعمل ايه؟ يلا يا رانيا يلا، ما تكتريش كلام معاه، ما فيش فايده من الكلام معاه، تعالي نقعد في البيسين. يلا اتنين ليمون يا عادل. هجيب المايو بتاعي يا مامي. ايوه يا حبيبتي خدي المايو، يلا اتكلوا على الله بسرعه يا دوله، ايدي اتخدلت. اهلا وسهلا، خلاص عديهم عديهم، اتفضلوا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. ايوه كده يا دوله، بقى كده الواحد يتفرج على الماتش يا ابن عمي براحته. الماتش ده في الاستاد، انت ايه اللي جايبك؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا يا شعراء. يا سلام، المنزل والبيت امتلأ بالاشعار انها يا سلام يا استاذه سمر، والله حضرتك نورت البيت المتواضع اللي انا فيه ده، الشعر كله ماشي بيتدلدق منكم ما شاء الله. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. طيب يا اساتذه، انا بعد اذنكم يعني حابب استاذن ابن عمي واخويا وحبيبي ان انا القي عليكم قصيده. لا قصيدتي ايه؟ قصيدتي انت اتجننت يا لا، ملوش دعوه بالحكايه دي، انه يهرج يا ايها انه يهرج. كنت متاكده انه جواه شعر. يا ريت يا ريت نسمعه. ده احنا مستنيين اللحظه دي من الصبح. لا حضراتكم، هو تهريج وخلاص ولا ايه؟ ده شاعر، مش اي حد يقول شاعر يقعد يقول. ايه ايه، انت غيران من رمزي؟ لا غيران منه ليه يعني؟ اتفضل اتفضل اتفضل، قول قول. ما تطرنيش بقى. ده بص حضراتكم، ده نام ده نام. تحية تحية للناس اللي جاية في الحتة دية في أحلى تمسية. امبارح امبارح وانا ماشي بالليل وحدي قطرني امين شرطة، بصيت شمال قلت اه، بصيت يمين قلت اه، بصيت لفوق قلت اه برضو، بصيت لتحت قلت يما، خدت جنب وعدى الامين بالكمين في المغربية. جعت جعت، كلت تقلت، نمت وحلمت حلمت ببكرة أحلى من عم نول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده شعر ده ولا مش شعر؟ طب ماشي، مخصوم منك شهرين. ده بقى بيجمع بين الشعر والنثر، على فكرة اكتبها لي عشان انشرها في الجريدة. ما بعرفش اكتب. ايه ده، معقولة الشاعر ما بيعرفش يكتب؟ يا ريت تدونها له يا استاذ عادل، لانها مهمة جدا. ده بيفكرني بالشاعر العبقري المنتشر سيد العفن في القصيدة المهمة جدا بتاعته اللي اسمها المواطن المأفون. مواطن مقفول ايه؟ معلش بعد اذنكم يعني، انا جايبكم البيت عشان اقول لكم الشعر. اقول بقى شعر ولا ايه؟ اتفضل قول قول، يلا سمعنا. يا مصر يا مصر، عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، بس اسمعيني والنبي بقى يا مصر بقى. عادل عادل عادل، عايزه ايه؟ حله المحشي، حله المحشي. محشي ايه في وسط مصر دي؟ بقول لك ايه، هات لي صباعين محشي نية حضرتك سخنوه. شكرا. حضرتك محشي ايه اللي انت عايزه؟ مش احنا طالبين اكل من عند الراجل العسكري ده حضرتك، لحمه وكله. واحنا شفنا منك حاجه؟ كمل كمل. يا مصر، نيلك طويل من اول بقى ايه كبر قصر النيل لغايه بقى ايه عين الصيره وبين السرايات لغايه القناطر كلها. إيه؟ واحد صاحبي بقول لك ايه، شوف لنا حاجه غير دي. غير ايه؟ غير اللي بتقولها دي. ليه حضرتك مش عاجبك؟ لا وحشه وحشه بصراحه، وحشه وحشه. والكلام اللي كان بيقوله ده كان حلو؟ ده شعر تلقائي. تلقائي ايه حضرتك؟ ما انت لو عايز بقى من ابو تلقائي ده، ما اتفضل حضرتك اتفضل. ماشي تلقائي ده ما فرق. ماشي. اللحمة حمرة والرز بيضة والفتة حلوة. الله الله، ايه الحلاوة دي؟
الشعر، شعر ولا بلاش؟ ولا حتة اللحمة حمرا، يا سلام على وصفه للون الأحمر بتاع اللحمة، وصفها بطريقة بليغة عميقة الأثر ولطيفة المذاق والمعاني. يا سلام، هو ده الشعر اللي عجبكم يعني؟ واقع، واقع ملموس ومأكول. مأكول إزاي حضرتك؟ إيه، إحنا مش هناكل لا ولا إيه؟ أيوة صحيح، هو الأكل فين؟ إيه الندوة القرديحي دي؟ أنتوا جايين أساساً عشان تاكلوا؟ والله العظيم أنتوا لا شعرة ولا أي حاجة، أنتوا كلكم مدعين، يلا بتكرع الله، برة اطلعوا برة. بتطردنا؟ أيوة بطردكم. بتطردني؟ أيوة بطردك يا أستاذ عجلان، اتفضل يا عم التت، اتفضل. يا عادل، يا عادل اطرد سمر، اطرد سمر. دي بقى هسيبها محسوس علشانك امسكي فيه، يلا بتكرع الله. أستاذ عادل، أنت مستقبلك بدأ يتلاشى قبل أن يبدأ. يتلاشى؟ أنت تعرف يعني إيه يتلاشى؟ يلا اتكل على الله، اتكل على الله. لحمه ومفيش لحمه، اتكل على الله. انا غلطان، انا بطلت شعر. يلا تت، كانت محاوله فاشله فعلا. اتفضلوا. بتقول شعر يا صايح؟ بتقول شعر؟ ده انا لمك يا ابن الشوارع، يا ده انا معاك في البازار شفق. ابعد عن سكة الشعر، تسلم وتعلم بقى من أخطائك مرة في حياتك. عودي، أخطاء إيه اللي أتعلم منها؟ دول ناس مدعين ما بيقدروش الشعر اللي أنا بقوله. يعني مثلاً أنا دلوقتي أقول لكم القصيدة بتاعت يا مصر، هو أنا هستنى أو مش هستنى؟ تستنى ما تستناش، أنا داخل أور المحشي. أنا هأور الكراريس. الكراريس في الأوضة، في الأوضة، لازم أروح الأوضة. ماشي رانيا، بصي بقى هقولك. بصي حبيبي، أنا بحبك قوي بس أنا مضطر أخش لأن أنا موريش أي حاجة جوه. ولا رمزي هتسمع؟ أنا هتسمع غصب عنك. لا يا عم، أنا كل ما أقعد معاك تخصمني. لا يا عم، تعالي هنا، تعالي هنا. عشان صغيرة يعني بتفتري عليا؟ عشان صغيرة هسمعك غصب عنك. اسمعي، رمزي ده. رمزي، عايز ايه؟ الحقني يا دولا، الحقني، انا في مصيبة كبيرة يا دولا، انا هضيع منك. مصيبة كبيرة؟ تقوم اديني رنة يا غبي. ما هو الكارت هيخلص يا دولا، يا دولا انا هضيع منك. عايز ايه يا عم الضايع؟ في ايه؟ لازم نتقابل دلوقتي حالا. بص يا رمزي، انا ممكن انزل دلوقتي واجي اقابلك، بس لو لقيت حاجه هبله ولا حاجه ممكن تستنى للصبح. انت بقى ما تستناش الشغل للصبح. طب خلاص يا دولا، مفيش مشكله. ماشي، ايه بقى هو الموضوع؟ عادل، قوم افتح الباب، قوم افتح. اوه، ده ايه الليله العجيبه دي؟ ايه يا دولا، في حاجه؟ باب بيخبط يا سيدي. يا دي الصبح اللي مش لاقي حد يستناه ده. دولا حبيبي، دولا. امسك يا رمزي، حط دي كده على راسك وحط ايدك عليها كده وهتبقى كويس. طب واحط ايدي ليه؟ انا تعبان. ما تخلي انت ايدك شويه. نقنق نقنق ايه؟ امسك بنفسك، امسك. ايه يا ابني، ايه بتحكي سخطي في بيتي؟ انت اتجننت؟ ما تحكي بقى وتخلصنا. ايه الموضوع اللي انت مصحي فيه اكاديميه الفنون اللي احنا فيها دي؟ بص يا دولا، انت بعد ما انت سبتني امبارح في البازار بالليل وسبتني ومشيت، انا قاعد لوحدي بالليل يا جماعه في البازار ومش لاقي اعمل حاجه اعملها، يعني اسلي نفسي، فقلت ادخل الحمام. وبعدين فجاه سمعت اصوات غريبه بره الحمام. يا مامي. ايوه، انا اتخضيت كده برضو زيكم. يا سلام، اتخضيت زيهم وقلت يا مامي؟ لا، قلت يما. فجاه يا جماعه انا اتخضيت بقى وقلت اتشجع يعني. فبعد 5-6 ساعات كده يا رانيا قمت فاتح باب الحمام وخرجت. لقيت بقى التماثيل بره اتحركت، والشبابيك اللي انا لسه قافلها بايديا مفتوحه. يا مامي. وورق البرد يا نقنق كله مترمي على الارض. يا مامي. والخزنه مفتوحه. يما. الخزنه مفتوحه؟ ده حرامي يهبل، حرامي يهبل. لا حرامي، لا يا دولا، الحرامي يهبل. خزنه مفتوحه، الهوا فتح. انا هبلغ البوليس. لا يا دولا، مفيش مانع يا دولا، مفيش داعي يا دولا، مفيش داعي. بصي، مفيش حاجه يا جماعه اتسرقت ولا اي حاجه اتحركت يعني. طب مش يمكن يا جماعه يكونوا يعني حراميه وبيتمرنوا لسه؟
او ممكن يكونوا حراميه ومش عارفين ان هم حراميه. طب ما يمكن رمزي هو اللي عملها وعامل فيها ناسي مثلا. يا جماعه يا جماعه مفيش معنى غير واحد بس للحكايه دي كلها. ايه؟ لعنة الفراعنة. يا مامي لعنة فراعنة دي لعنة الغباوة. ده حرامي يهبل. يا دولة. حرامي يهبل يا دولة. لا يا دولة ما تكبرش يا عادل، الحسد جه في القرآن. حسد ايه بس يا ماما؟ ده حرامي. لا لا عادل، اوعى تروح البازار انت ولا الواد رمزي ده الا ما تجيبوا حد يفكك لكم لعنه الفراعنه دي. صح, صح, صح يا مرات عمي صح. وبالمره بقى يصلح الحنفيه اللي عماله تنقط دي. ده على اساس ان احنا نجيب واحد خبير في الفراعنه وسباك في بروجرام واحد. بس يا جماعه ما تقلقوش، انا جات لي فكره. انا بكره الصبح يا جماعه هطلع على القرعه الفرعوليه مش راجع يا نقنق الا والخبير في ايديا. ماشي، يبقى بكره تروح للقرعه الفرعونيه. ولا مش ده اللي بيطلع في اللي هو بتاع فيلم بتاع اسماعيل ياسين في مستشفى مجانين اللي كان بيقول دي منبه يا معلمي منبه؟ هو خليه بقى يركز بقى، انت ما شفتش اللي انا شفته امبارح؟ اوه وريه. ها حامل ده تمثال. الله اكبر الله اكبر، خرب بيتك. انت ما كنتش عارف ان هو تمثال؟ كنت طول الوقت بتبيعه على اساس انه ايه، خص وملانه. مبدئيا المكان ده ملعون. شفت شفت يا دولة؟ عشان انت ما كنتش مصدقني. شفت يا عم؟ كمل يا معلمه. معلمة؟ معلمة ايه؟ انا بروفيسور معايا شهادة الدي اتش اف تخصص لعنة فراعنة. يا يخرب بيتك، بروفيسور تقول له معلمة؟ احنا اسفين جدا، اتفضل كمل يا اسطى. المكان ده مليان لعنات كتير قوي، بس انا مش قادر احدد كام بالظبط. انا شايف دلوقتي لعنتين، كل لعنة ألعن من التانية. علي اللعنة، الرجل ما فاهم حاجة. يا دولة بقى يا دولة، خليه بقى يشتغل بمزاج. طب والعمل بقى يا كابتن؟ عمل عمل ايه؟ العمل عمل ربنا ونعم بالله. ما قلناش حاجة، بس يعني حضرتك أرواح الفراعنة دي هتطردنا ليه؟ ده واحد أرواح الفراعنة يعني تضيع وقتها وتيجي تطرده حضرتك؟ وبعدين حضرتك دي كلها يعني آثار مش حقيقية. لا حضرتك فاهم غلط، دي آثار الفراعنة فلازم تيجي تحميها. حضرتك دي تقليد لآثار الفراعنة عشان الأجانب يهدوها البعض يعني. يا دولة بقى ما تكبرش بقى يا دولة، انت ما شفتش اللي انا شفته امبارح يا عم؟ ما بيقول لك ارواح الفراعنة. انت برضو مش عايز تصدق. حضرتك اصدق ايه؟ اذا كانت ارواح الفراعنة دي مش عارفة تحمي الآثار الحقيقية اللي بتتسرق وتتصدر لبره، هتحمي شوية تماثيل تقليد جوه بازار؟ لا انا هقول لحضرتك بقى يا كوتش، بص الفراعنة واللعنة هما مالهمش دعوة، دول اثار تقليد ولا مش تقليد ولا اصليين، دي المصلحة بتاعتهم فلازم يجوا عشان يحموها. دي المصلحة من زمان قوي، يعني رزقتهم من 5000 سنة. رزقتهم من 5000 سنة؟ هما ليه بيشتغلوا فيها ومعابد وبتاع واثارات وناس رايحة ناس جاية، في فلوس يعني. بقولك يا استاذ عادل، المكان هنا ملعون وفي لعنات كتير قوي، بس انا ممكن اطلعهم لك وكله بحسابه يعني تقبجني. ايه يا عم ايه يا عم، انت جايب لي رفعي طلع لي تعابين من المحل. حضرتك انا مش عايزك تطلع حاجه. مش هتطلع حاجه؟ وتفضل اطلع انت بره. انا؟ ايوه. يعني بتطردني؟ ماشي اتفضل حضرتك بره. ممكن اخد الشنطه؟ اتفضل خد الشنطه وخد اللعنه. اتفضل واللعنه. ماشي بس هترزق على فكره. ماشي ترزق بعيد عننا، اتكل على الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده حرام يا عم. يا دولة بقى يا دولة، ما خليتوش يطردهم ليه بس يا دولة؟ طب انا دلوقتي بقى هبت في البازار ده ازاي دلوقتي؟ تقلقش يالا هترزق. عادل، هو رمزي هيبات معانا النهارده ولا ايه؟ ايه ده؟ هو لسه قاعد لغايه دلوقتي؟ انا قلت اكيد زمانه زهق ومشي، ده بقى لي 3 ساعات. انت بقى لك 3 ساعات عمال تحل في الكلمات المتقاطعه. الناس دول اصلهم مش فاهمين. الناس اللي عاملين الكلمات المتقاطعه مش فاهمين؟ طبعا. بيقول لك اهو يا ستي، بصي
كلمة مكونة من 8 حروف هم عن بلد بتشتهر بالبن وسايبين 8 حروف. طب ما صح 8 حروف؟ لا طبعا 5 حروف بس يا ماما. بولاء 5 حروف معروفة يعني، ودي أشهر بلد بتتاجر في البن البرازيلي. يعني مش البرازيل ذات نفسها يعني. بقولك ايه، سيبك من الكلمات المتقاطعة وقوم حللنا مشكلة رمزي. يا ستي رمزي يعني هيجراله ايه؟ شوية يزهق ويمشي، واكيد ما بيعملش حاجة. عادل احنا مش عارفين نقعد بحريتنا في البيت. خلاص اتمشي بحريتك في البيت. Scientific consensus is that we are causing global warming. يا رمزي الفيلم حلو ولا ايه؟ لا دول انا ما بتفرجش على التلفزيون. امال قاعد بتعمل ايه؟ دول ما انا قاعد بتفرج على التلفزيون اهو. قاعد بتفرج على التلفزيون. طيب انت طبعا مش هتتعشى اكيد، انت متعشي يعني؟ لا والله طبعا لسه ما اتعشتش يعني. دول ماشي يا عم، خد يا سيدي ادي نص جنيه اهو، خليه معاك وروح اتعشى، اجيب لك كيس كشري مثلا. ربنا يخليك يا رب يا دوله. طب ينفع يعني اخليه معايا واقعد برضه اتعشى معاكم؟ لا مش هينفع عشان احنا هننام دلوقتي يا رب. يا راجل الف سلامه، مع الف سلامه. يا سلام عليكم، تصبح على خير يا سيدي. لا لا واحده بس تصبح على... انا اسف اخرتكم. لا لا اتكل على الله. يا ساتر، واد رخم رخامه بفانيلته الحمرا دي، وعلى طول جاي وقاعد وقاعد كانه بيت اهله يعني، والتاوب قدامه اقعد احسسه ان انا متضايق من وجوده برضه ولا هو هنا. الناس ما بقاش عندها دم خالص. والاخ معانا هنا ولا ايه؟ لا انا قاعد مستني الاتوبيس. جريال يا رمز جريال، ما تقوم يا. لا يا دوله اقوم ايه، ما انا يستحيل ابيت هناك في البازار بعد اللي شفته وسمعته يا عم ليله امبارح. بص يا دولة انت هنا يا عم بيت ابن عم حبيبي، واللي هيستحملني ولا عايزني انا ارجع البلد تاني؟ انت بتهدد؟ ارجع البلد يا رمز، ارجع بلد. بص بصراحة ارجع بلدك يا رمزي. ايوه تخيل بقى دولة الكلمة دي وجعتني بقى من جوه هنا. ها انا لو عندي ذرة كرامة واحدة ما كنتش اقعد هنا في البيت ولا ثانية بعد كده. وانت ما عندكش ولا ذرة خالص يا دولة. اعمل له ايه بقى الواد ده؟ ريح نفسك يا عادل، الواد دهبل وعبيط ومتخلف واجوف من جوه. الله شايف الكلام درر. الله يخليك يا بنت عمي. انت مفيش قدامك غير حل واحد، توديه عند دكتور نفساني، وبعد سنين طويله من العلاج والادويه ونكهربه ونصرف عليه مصاريف خساره في جتته برضه مش هتوصل لحاجه، هيفضل اهبل زي ما هو. احنا لو جبنا له كونسلت ودكاتره مش هينفع معاه، انا فاهمه كويس. لا يا دوله انا عندي بقى حل تاني، انت يا ابن عمي تيجي تبيت معايا في البازار، ها علشان تشوف بعينيك وعلشان تصدق ان انا مش مجنون ولا محتاج جلسات كهربا ولا مصاريف. انا بقى عندي حل تاني خالص، انا بنفسي هتصرف النهارده. انا زهقت خلاص، زهقت زهقت. تحب اقوم ارقص لك حضرتك؟ يعني ده اخرك يا دوله؟ يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملها لي هنا علشان تسليني؟ اسليك يعني؟ انا سايب بيتي واهلي وبنتي ومراتي عشان انزل اسلي اهلك؟ بقالنا ساعتين قاعدين في الهباب البازار ده، لا شفت لعنه فراعنه ولا شفت زفت. لو سمحت يا دوله احنا دلوقتي مش في ساعه شغل، يعني مفيش داعي تزعق لي. انا اسف
حيوان. ايوه كده من غير زعيم. ها انا داخل بقى الحمام. اتفضل يا حيوان. يا رمزي انت فين؟ يا دولا ما انا قايل لك انا في الحمام. يا ابني بتهبب ايه في الحمام ده كله؟ يا دولا ما انا لسه ما كملتش ساعتين يا عم. ساعتين ايه؟ تقعد ساعتين في الحمام؟ ايه ده اللي بيحصل ده يا دولا؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش انا قلت لك يا دولا احنا هنموت يا دولا؟ ايه دولا اللي بيحصل؟ مش عارف دولا، انا عايز اعترف لك بموضوع، حاجه بتاعت سنه دي الواحد مش ضامن عمره. ايه عايز تعترف بايه؟ ايه ما لا ما فيش موضوع دولا، ما يلا نروح احسن. نروح ايه؟ انت كنت بتقول عايز تعترف؟ دولا انا عايز اعترف بقى بموضوع اكبر من سنة. ايه اللي حصل دولا؟ انا سرقتك، انا حرامي يا دولا، انا حرامي واستحق الحرق. انت في دي عندك حرق؟ انا سرقتك يا دولا، فاكر يوم ما كان في ضيوف عندك قلت لي روح هات لنا من القهوه حاجه ساقعه وشايه، ورجعت وقلت لك من القهوه قافله. ايوه ده كان امبارح يا ابني. يعني انت ايه ده؟ يعني انت حرامي وانا مستحملك الفتره دي كلها وانت حرامي واستحملك ليه؟ انت ماسك عليا زله. يلا يا ابني اطلع بره. كانت قافله. قفلت ايه؟ وايه موضوع سناء؟ ما فيش مين سناء قال الله. ايه موضوع سناء يا دولا؟ ايه ده؟ يلا بينا نمشي. اللي بيحصل يا رب يبقى حلم، يا رب يبقى حلم. يا رمزي عفريت يا رمزي تعالى امسك، حط دي كده على راسك وحط ايدك كده وامسكها، هتبقى ان شاء الله كويس. خليك انت حاطه ايدك يا نقنو، انا تعبان. انت هتستظرف حتى وانت عيان. ايه ده؟ اهو فاق اهو، الحمد لله خضتني عليه. والله يا رجاله يعني متشكرين صراحه ان انتوا شلتوه جبتوه لغايه هنا، ما يستاهلش والله، كان المفروض ترموه. ايه ده دولت؟ دول عمال الغاز يا رمزي، كانوا جايين يحفروا ويركبوا مواسير جديدة. احنا قاسين يا استاذ رمزي، احنا كنا جايين عشان نقول لكم ان الغاز جايز ينقطع، بس هيجي بكرة ان شاء الله. الف هنا وشفا وتشكرين. سينا يا رجالة، شكرين قوي، اسفين لتعبكم يعني. اتفضلوا والله ما كان له لازمة ابدا ان انتوا تجيبوه على هنا يعني. انا لو منكم ارميه في اي حتة وخلاص. الف سلام. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. انا بقى هقوم اعمل لك كوبايه شاي، وانا بقى هعمل لك القهوه، وانا داخله نام. نقنو الحمد لله. نقنو انا كنت فاكرها النهايه بس طلعت البدايه. انت عارفه يا نقنو ما تتخيليش، انا شفت شريط حياته كله قدام عينيا. انت بتلاغي اختي في بيتي؟ يا بلد اختي يلا. اطلع يلا اتكل على الله، روح على البازار نام هناك يلا. لا بازار لا يا دولا، لا بازار لا. هو ايه اللي بازار لا؟ واحنا بننقي وهدي عشان دي احنا مأجرينها. لا يا دولا عشان تطمنوا.